ولكن نروح معاك لمباراه نادي الزمالك والنادي الاهلي في السوبر الافريقي. خلاص المباراه بكره، 24 ساعه بتفصلنا عن مباراه مهمه جدا جدا بتحمل العديد من الذكريات معاك وبقلبك وداخلك. عايزينك تكلمنا عن ابرز الذكريات دي وتقول لنا من المتوقع من وجهه نظرك كتير بيصدر حاله وصوره ما قبل المباريات الكبيره، وكتير بيفضل ساكت وبيتفرج وبتبقى الفرجه المنطقيه زي ما بنقول في ارض الملعب داخل ال 90 دقيقه. تعليقك ايه وشايف الفوز اقرب لمين؟ خلينا نقول طبعا اتمنى المباراه تطلع بشكل كويس جدا وشكل لائق للدوري المصري بشكل كبير جدا. احنا بننقل صوره خارج مصر، يعني احنا في السعوديه طبعا دي بلدنا الثانيه، دايما السعوديه من الناس اللي هي بتقدر تنظم اي بطوله تنظم. النهارده شايفين السعوديه النهارده متشافه كويس، العالم كله بيتفرج على السعوديه، بيتفرج على الدوري السعودي. السعوديه السنه اللي ديت موجود الناس كلها شايفاها بشكل كويس، بيعملوا دوري الناس كلها بتتفرج عليه، اكتر من 40 دوله بتتفرج على الدوري السعودي. اتمنى ان احنا نكون اضافه للكلام دوت. احنا النهارده عندنا اهلي وزمالك، اتمنى الموضوع ده ما بيتكررش كتير ان احنا نشوف النهائي القاره يبقى موجود في الدوري السعودي. شايفين ان الناس كلها متوقعه ان النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، النادي الاهلي هو اللي جاهز، النادي الاهلي هو اجهز معنويا، بس انا شايف دايما نادي الزمالك لما بتحطش تحت ضغوط بيبقى الاقرب ويبقى تركيزه اعلى. اتمنى ان احنا نشوف مباراه كبيره، هنا اجهز وهنا اجهز، يعني هما الاثنين بصراحه الفرقتين جاهزين جدا ومركزين بشكل كبير جدا. شايفين نادي الزمالك رايح قبل المباراه بثلاث ايام، المعسكر فيه تركيز عالي جدا، اللعيبه الخبرات كلها مركزه، عارفين المباراه مهمه. شايفين نادي الزمالك الفتره الاخيره، يعني انت حضرتك لسه قايله تقرير اللي هم لعبنا ست مباريات بره، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، يعني انا شايف الموضوع الماتشات متعدين فيها بشكل كبير جدا. خلينا نقول افراح اللعيبه الجداد، اتمنى ان انا اشوف حد بيشارك. دايما الناس بتاخد اللعيبه الجداد الانطباع الاولاني، هو مدرب جوميز مش عاوز يدفع باللعيبه الجداد، خايف اللي هم يعني ما يقدوش بشكل كويس، انما هو الراجل بنسبه كبيره انا متفائل اللي هو يلعب بالتشكيل الاخير. احنا عندنا مشكله في نادي الزمالك الحته الشمال دي بشكل كبير جدا، يمكن هي اللي عامله لنا قلق شويه، انما انا شايف عمر جابر ان شاء الله باذن الله هيقدر يؤدي فيها بشكل كويس.